السلام الله عليكم مشاهدينا، اهلا بكم الى نشرة الظهيرة تتابعون فيها. تسجيل 7 حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب ترفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 7584 مقابل تسجيل 88 حالة جديدة للشفاء. بعد أكثر من شهرين على انطلاق بعد بسبب جائحة كورونا، جامعة القاضي عياد بمراكش تنكب على إنجاز دراسة تقييمية أولية لهذه التجربة والعمل على وضع خارطة طريق بيداغوجية لمرحلة ما بعد الجائحة. بالرغم من حالة الطوارئ الصحية، تواصل العديد من المقاولات الناشئة نشاطها عبر الاشتغال عن بعد بفضل توفرها على أحدث التقنيات الرقمية، مبادرات ترمي التخفيف من التداعيات الاقتصادية للحجر الصحي. البداية بجديد الحالة الوبائية ببلادنا، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى 10 من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 7584 حالة، وارتفع عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن إلى 4969 حالة بعد تمثل 88 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد حالات الوفاة عند 202 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية، العملية البيداغوجية مستمرة. المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بمراكش تواصل التأطير والإشراف على عملية إعطاء الدروس عن بعد لكل المستويات الدراسية ما عدا سنتي البكالوريا التي يستفيد تلامذتها من دروس الدعم استعدادا للامتحانات. سمية بالعياشي وحسن سكور. بعد التلاميذ وتواجدهم في أمكنة بعيدة عن مكان تواجد الأستاذ لم يمنعهم من التواصل والتفاعل مع درس الدعم في مادة اللغة الإنجليزية الذي يجتهد لتيسير فهمه لهم بكل الطرق المتاحة. كانت تجربة ممتازة، كان تجاوب مع ديال التلاميذ، خدمنا بجميع الوسائل المتوفرة لنا والحمد لله. بنفس الطريقة يشرح الأستاذ لتلامذته بالمستويات الأخرى الدروس، حيث يعمل على ضبط البرنامج المسطر من أجل إنهاء المقرر مع نهاية السنة الدراسية. من بين هذه الواجهات التي نشتغل عليها، أولا واجهة التعبئة في صفوف التلميذات والتلاميذ من أجل الاستمرار في متابعة الدروس، حيث أن الموسم الدراسي لم ينتهي بعد. والواجهة الأخرى كذلك التي نشتغل عليها هي واجهة الاستعداد لتنظيم امتحان السنة الثانية من البكالوريا لهذه السنة. عند انتهاء كل حصة دراسية يذكر الأستاذ تلامذه بأهمية المحطات المتبقية، حاثا إياهم على مزيد من الالتزام والمثابرة حتى يكونوا في مستوى الغد المشرق الذي ينتظرهم. منذ الإعلان عن توقيف الدراسة الحضورية بالمؤسسات التعليمية ببلادنا بسبب جائحة كورونا، عبأت جامعة القاضي عياد بمراكش كل إمكانياتها لإنجاح الموسم الجامعي من خلال التحصيل عن بعد، خطوة مهمة قطعتها هذه المؤسسة في هذه التجربة، واليوم هي بصدد إجراء تقييم سيضع خارطة طريق بيداغوجية لمرحلة ما بعد الجائحة. أمين علام، حسن مسكور ويوسف الشركي. انخراط غير مسبوق للطلبة والأساتذة والإداريين ومختلف مكونات جامعة القاضي عياد بمراكش منذ الإعلان عن توقف الدروس الحضورية بسبب جائحة كورونا. منذ شهر مارس الماضي استطاعت الجامعة أن تضع 9000 مورد رقمي إلى جانب الدروس المسجلة التي يتم بثها عبر القنوات التلفزية والإذاعية، ناهيك عن المنصات الرقمية التي مكنت من تحقيق إنجازات إيجابية تعمل الجامعة حاليا على تقييمها. الحصيلة الكاملة لهذه الموارد، لاخاطش كاينين الموارد اللي متخصصين بلي فيديو لي شين، إلا جمعنا هذا العدد كامل تنوصلوا حتى 1700 مورد بشري، مورد رقمي اللي غادي يتكلف به سيداليتي الطلبة تيستغلوا. في خلال شهرين تم مضاعفة 6 مرات
ما أنتج خلال 7 سنوات. العملية ديال التثمين التعلم عن بعد انخرطنا فيها بواحد الشكل ما غاديش نقول شكرا للجائحة، وإنما جعلتنا باش ناخذ المسائل بجدية باش 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 نخرطوا في واحد المسار اللي اصلا ولا في ان جلوباليزاسيون ديال التربيه والتكوين عبر العالم. بالرغم من الظروف الصعبه والضغوط النفسيه التي ميزت اطلاق التعليم عن بعد في المراحل الاولى، الا ان التحدي وحد الجميع، واستطاعت المؤسسات التابعه لجامعه القاضي عياد ربح الرهان في التواصل مع الطلبه وضمان الاستمراريه للعمليه البيداغوجيه واستشراف افاق واعده لهذه التجربه. هذه التجربة رغم الإكراهات مهمة، لأن ممكننا نستفيد منها في المستقبل لتأسيس تجربة أفضل، تجربة أكثر فعالية، ومن أجل استغلالها أيضا لتدعيم ودعم التعليم في داخل المؤسسات الجامعية. ولا يجب أن تتوقف في نظري، لا يجب أن تتوقف هذه العملية، لأن بزوال الأسباب يتفوت الجائحة ونوقف كل شيء، لا يجب أن نتوقف ويجب أن تعميقها. إلى جانب تقييم تجربة الدراسة عن بعد، جامعة القاضي عياد بصدد التفكير في تطوير الجامعة الرقمية تحسبا للطوارئ وسعيا لوضع مسار جديد لهذه المؤسسة يجعل التكنولوجيا ركيزة أساسية للعملية التعليمية. للحديث عن التعليم الجامعي عن بعد نربط الاتصال بالسيد حسن أحفيظ رئيس جامعة القاضي عياد بمراكش. سيدي، بعد مرور أزيد من شهرين على انطلاق الدروس عن بعد بسبب جائحة كورونا، شرعت جامعة القاضي عياد في إنجاز دراسة تقييمية أولية لهذه التجربة. ما هي أبرز المحطات التي ميزت العملية البيداغوجية خلال هذه المدة سيد أحفيظ؟ سيد أحفيظ تسمعوني؟ السيد حسن أحفيظ رئيس جامعة القاضي عياد بمراكش تسمعوني؟ نحاول ربط الاتصال بالسيد أحفيظ رئيس جامعة القاضي عياد بمراكش للحديث عن التعليم الجامعي عن بعد في ظل حالة الطوارئ والرهانات المستقبلية لهذه التجربة. إذن سننتقل إلى موضوع آخر، فبالرغم من حالة الطوارئ الصحية تواصل العديد من المقاولات الناشئة تواصل نشاطها عبر الاشتغال عن بعد بفضل توفرها على أحدث التقنيات الرقمية، مما مكنها من التخفيف من التداعيات الاقتصادية للحجر الصحي. من الرباط، روبورتاج حسن طبعي وميمة الرملي وفؤاد الحرش. العمل عن بعد شكل الوسيلة الأساسية لمواصلة أنشطة هذه المقاولات الناشئة عبر دعم طريقة البيع بالنسبة للزبناء أو تقديم برامج التكوين عن بعد، مما خفف من تداعيات الأزمة على أدائها. الحمد لله من جهة أخرى قدرنا نستفدوا من التكنولوجيا وقدرنا نستفدوا من الألوغنين، والحمد لله قدرنا نلقاو دوطخو مارشي ونلقاو دوطخو أوسيون بلو باش قدرنا نبيعوا البرودوي ديالنا. الحمد لله اليوم قدرنا نبيعوا المنتوج ديالنا لمجموعة الشركات في المغرب اللي تنديروا لهم حصص ديال التعليم عن بعد. المقاولة انخرطت بشكل دائم في البرامج التطبيقية الرقمية للوصول إلى الأهداف المتوخاة. لأنه مهم في هذا المجال ديالنا، خصوصا مع تقدم التكنولوجيا اللي كاين اليوم في العالم، دونك حيث نقوم بالبحث عن آخر ما يوجد في البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ونحاول أن نقوم بتطبيق هذه الأبحاث من أجل تحسين جودة التطبيقات. البرنامج المعلوماتي كيساعد في البحث عن الموزعين ديال اقنعات N95 على الصعيد الوطني او الصعيد العالمي، وبالاضافه الى جمع معلومات دقيقه كتتعلق مثلا بالثمن، الكميات المتوفره، ومده الشحن والنقل. بتكنو بارك الرباط او مجموعه الابتكار
تشتغل 13 مقاولة ناشئة فضلا عن 23 من الشركات المتوسطة و13 من حاملي المشاريع، مما يعزز النسيج الصناعي بالمنطقة. نعود اللحظة لربط الاتصال بالسيد حسن أحبيض رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش الحديث عن التعليم الجامعي عن بعد. أهلا بك سيدي. شكرا سيدتي على الاستضافة وعيد مبارك سعيد لك ولكل المشاهدين. مرحبا سيدي. بعد مرور أزيد من شهرين على انطلاق الدروس عن بعد بسبب جائحة كورونا، شرعت جامعة القاضي عياض فإنجاز دراسة تقييمية أولية لهذه التجربة. ما هي أبرز المحطات التي ميزت العملية البيداغوجية خلال هذه المدة؟ شكرا. أبرز المحطات تتمثل أولا، المحطة الأولى كانت هي توفير الموارد الرقمية وبجميع أشكالها، المحطة من PDF فيديو أوديو، تسجيل الدروس للقنوات التلفزية والإذاعية إلى غير ذلك. المحطة الثانية كانت هي المرور إلى الدروس التفاعلية، التفاعلية باستعمال الوسائل المتاحة عبر الانترنت وعن بعد. أما المحطة الثالثة فكانت هي متابعة مدى تتبع، يعني وضع مجموعة من المؤشرات لتتبع كيف يتصل الطلبة وما هي الصعوبات التي يجدونها وكيف وما هي الإمكانيات المتاحة لهم. وفي هذا الصدد كانت كذلك في إطار هذه المحطة، محطة التتبع، أبرزنا عملية أساسية وهي الدعم النفسي، الدعم النفسي و يعني القيام بنوع من المساعدة الاجتماعية لمجموعة من الطلبة الذين كانوا عالقين بجامعة بمدينة مراكش ولم يتمكنوا من الالتحاق بخصوص موضوع تناولك لموضوع الطلبة، كيف تقيمون تجاوبهم مع هذه الدروس وهل تحقق مبدأ تكافؤ الفرص في العملية التعليمية؟ أولا تجاوب الطلبة وكل المكونات كان تجاوبا غير مسبوق رغم الإكراهات. فمبدأ تكافؤ الفرص هو التحدي الأساسي الذي نشتغل على إبرازه. فإن كنا ربحنا رهان الاستمرارية البيداغوجية لمعظم الطلبة، رهان الاستمرارية البيداغوجية لمعظم الطلبة، ربحنا كذلك ثقافة رقمنة الدروس، ثقافة البيداغوجية الرقمية وثقافة تعليم عن بعد الذي لا يمكن بحال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري، ولكن حتى بعد الجائحة سيصبح مكملا له. سيد سيدي، جامعة القاضي عياض تخطط لمرحلة ما بعد كوفيد 19 من خلال العمل على استمرارية الرقمنة، ما هي الآليات والوسائل التي تعتزمون تسخيرها لتطوير هذا المكتسب؟ نعم، سألتموني سيدتي عن الصعوبات وعن تكافؤ الفرص، لهذا نشتغل وبتناغم مع الوزارة الوصية ومع الجامعات الأخرى من أجل طمس الهوة الرقمية، طمس الهوة الرقمية وإعداد كل ما من شأنه توفير تعليم رقمي عن بعد متكامل من ناحية المعدات، من ناحية اللوجيسيال والأمور التقنية التي تهمه، من ناحية تقوية السيرفر والمعدات اللي كي نوضعوا فيها الرقمنة، من ناحية الولوج المنصة الرقمية، من ناحية تنظيم المنصة الرقمية، وكذلك من ناحية تكوين الأساتذة وتكوين الأطر، لأن البيداغوجية الرقمية لها هندستها ولها طقوسها ولها ما لها، فيجب فهي ليست كالبيداغوجية العادية، ولكن عندها واحد المقومات ديالها تنشتغلوا، وفي الأسبوع المقبل
عندنا واحد السلسلة ديال التكوينات ديال من مجموعة من الأساتذة عن بعد اللي نخرطوا فيها بواحد الشكل تلقائي. كذلك عندنا الاشتغال على ما نسميه بجامعة القاضعية الرقمية، وأعددنا برنامج متكامل واللي غادي يكون في إطار الجامعة الافتراضية اللي كتشتغل عليه الوزارة، واللي غادي نخصصوا ليه واحد الميزانية مهمة جدا بتفاعل وبتنسيق مع ندوة الرؤساء ومع الوزارة الوصية. فهذه كلها في التحدي الأساسي اللي هو تكافؤ الفرص، واللي هو كذلك طمس ما نسميه بالهوة الرقمية. هادو جوج التحديات لكسب رهان تعليم عن بعد، ورهان تعليم عن بعد ليس فقط لأننا في إطار الجائحة. سيد حسن أحبيب رئيس جامعة القاضي عياد بمراكش، لك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من مراكش. عمال النظافة يطلعون بدور هام في محاربة تفشي فيروس كوفيد 19، إذ يسهرون على تنظيف الأزقة والشوارع والفضاءات العمومية حرصا على سلامة المواطنين، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي يفرضها الوضع الراهن. وصل إمغري نسرين أوزدا وعدنان الهرس. هي أولى التدابير الوقائية التي يقوم بها إبراهيم قبل أن يلتحق بعمله، ما إن تطأ قدماه مقر العمل حتى يمر بعملية التعقيم ومراقبة حرارة جسمه كإجراءات احترازية في ظل هذا الوباء. أولا ملي كنخرج من الدار كان قبل ما نخرج بعدا راه ديجا كنكون غسلت بالصابون، وهادي كنوجد راسي كناخذ حويجاتي، لان ما كان الحوايج اللي كنخدم بهم اليوم ما كنعاودش نخدم بهم غدا، كنخلي هذوك يتصبوا وكنعاود نلبس حوايج وحدين اخرين. وسيله التنقل اللي كنتنقل بها هي الدراجه، اولا كنعقمها هي وكندير الكاسك ديالي وكنتوجه للعمل ديالي. في معركة حماية الصحة العمومية يجد عامل النظافة نفسه وجها لوجه في مواجهة كوفيد 19. يجوب إبراهيم الأحياء لجمع النفايات وتنظيف الفضاءات العامة في نكران للذات والاستمرار في العمل حتى لا تتفاقم الأوضاع الصحية بسبب انتشار النفايات المطروحة أرضا في الأزقة. عامل النظافة كيدير واحد العمل يعني في خدمة وطنه، وهم الله يجزيهم بخير عاونونا، راه جلسوا في ديرهم، راه ديجا حتى هما داروا واحد العمل اللي كيخصهم يديروا، ولكن بغيناهم يزيدوا يكملوا، بغيناهم الله يجزيهم بحال المسائل اللي كتخلينا حنا شويه نكونوا مستريسين، وهذا ما نشوفوهاش. ملي كتجيو كتلقى الكمامات وكتلقى لي كلينيكس قدامك، راه كتقول السيد هذا ما كيحتارمنيش ولا هذا، وهذا الشيء كيحز في النفس ديالنا حنايا. خدمات جليلة تلك التي يقدمها عمال النظافة للمجتمع، لذا فمن الواجب على كل مواطن تحمل مسؤولية رمى النفايات في أماكنها المخصصة للمساهمة في رونق المظهر الخارجي للمدن. رياض المسنين بوجد مشروع يعكس العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للعنصر البشري. هذه المؤسسة تهدف إلى تحسين الرعاية الاجتماعية لفئة المسنين وتجويد الخدمات المقدمة لهم. محمد بلاوي، رشيد العتابي، وعبد الحنين جمعي. رياض المسنين بوجدة تطلب إنجاز غلافا ماليا يقدر ب 22 مليون درهم بهدف التكفل بتوفير السكن والإطعام والرعاية الطبية والعناية العامة للأشخاص المسنين الذين لا دخل مادي ولا دعم أسري لهم، خاصة في ظل حالة الطوارئ الصحية في بلادنا. هذا البرنامج هذا اللي برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، يعني عرفت واحد كان عندها واحد الأثر كبير خلال هذا الفترة ديال حالة الطوارئ، لأنها استقطبت مجموعة ديال الفئات اللي هي كتعيش واحد الظروف صعبة. هنايا مثلا كنشوفوا الأشخاص المسنين بدون مأوى وبدون موارد، دونك هنايا كاينه واحد الطاقة استيعابية ديال 120 مستفيد. الحمد لله على كل حاجة، ما والتعليمات راه حنا كنتبعوا التعليمات ديال الحجر الصحي، وزعما المؤسسة صاهرة علينا. نديروا الرياضات مشجية وناكلوا ورقاد ونصبوا حويجاتنا ونتحموا، كالين شاربين ما خصنا حتى حاجة. هذا الفضاء الاجتماعي تبلغ مساحته الإجمالية 10,000 متر مربع، ويشتمل على العديد من الغرف المزدوجة فضلا عن مرافق أخرى، أنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبشراكة مع الجمعية الخيرية الإسلامية بوجدة، ويهدف إلى التخفيف من العجز الاجتماعي لتوفير الإقامة والدعم النفسي والاجتماعي
والرعاية الصحية إضافة إلى أنشطة أخرى لفائدة المستفيدين. بني هذا الرياض فوق أرض مساحتها حوالي 12500 متر مربع وتحتوي على 85 غرفة بطاقة استيعابية لحوالي 170 مستفيد إضافة إلى مرافق صحية. رياض والمسنين بوجدة واحد من المشاريع التي تندرج في إطار المشروع المجتمعي الحداثي الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وانبثق عن رؤية شمولية تجمع بين الديمقراطية السياسية والفعالية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي. في صفحة الأنباء الدولية، يكشف الاتحاد الأوروبي اليوم عن خطته لنهوض اقتصادي مع مواصلة إجراءات تخفيف العزل في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي يتراجع في القارة العجوز لكنه يواصل انتشاره في أمريكا الجنوبية. مريم العفير. خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو لدعم اقتصادات الدول الأوروبية المتضررة من تفشي كوفيد-19 طال انتظارها، واليوم تقدمها رئيسة المفوضية الأوروبية. الخطة تستند إلى مشروع منقح لموازنة طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي جرى تدعيمها بتمويلات جديدة للإنعاش. الخطة ذاتها والتي تمتد لسبع سنوات لم تكن موضع توافق بين دول الاتحاد 27 حتى قبل مرحلة الوباء، حيث أخفقت في فبراير الماضي في إقرارها، غير أن التداعيات الاقتصادية المجحفة لكورونا فرضت إعادة تقديمها. وبموجب المشروع يجري توزيع ما قيمته 500 مليار يورو على شكل إعانات على الدول والقطاعات الأكثر تضررا، أما بقية المبلغ فسيوزع على شكل قروض للدول الأعضاء وفق مصادر أوروبية. ويبقى تحديد المبالغ التي ستخصص لتمويل النهوض الاقتصادي فضلا عن الشروط التي يجب توافرها لدى الدول المعنية للاستفادة منه، وهما أمران يعتمدان على قدرات بروكسل على الاقتراض. يحدث ذلك في وقت يتواصل فيه تخفيف إجراءات العزل في عدد من الدول الأوروبية بعد تسجيل بعض التراجع في عدد الإصابات مقارنة مع بداية الوباء. وعلى عكس أوروبا يتواصل انتشار الفيروس في القارة الأمريكية مسجلا ارتفاعا في عدد الحالات المؤكدة اليومية، كالمكسيك مثلا التي سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة 3455 حالة جديدة وأكثر من 500 وفاة، وهي الأرقام الأكثر ارتفاعا للحصيلة اليومية منذ بدء انتشار الوباء في البلاد. ختاما مشاهدينا، تذكير بأبرز محطات الخبر لنشرة الظاهرة. تسجيل سبع حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 7584 مقابل تسجيل 88 حالة جديدة للشفاء. بعد أكثر من شهرين على انطلاق الدروس عن بعد بسبب جائحة كورونا، جامعة القاضي عياد بمراكش تنكب على إنجاز دراسة تقييمية أولية لهذه التجربة والعمل على وضع خارطة طريق بدوجية لمرحلة ما بعد الجائحة. بالرغم من حالة الطوارئ الصحية، تواصل العديد من المقاولات الناشئة نشاطها عبر الاشتغال عن بعد بفضل توفرها على أحدث التقنيات الرقمية، مبادرات ترمي التخفيف من التداعيات الاقتصادية للحجر الصحي. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم معنا. طلوا سالمين في بيوتكم وانقوا.